واحنا ما فهم فرق ما بين حتى فنان تونسي الا بالعمل نتاعه خويا. راه ما تقوليش اني انا وتري واني انا لا هذيكم جماعه المزود لا الاخرين جماعه الوتري عايش خويا. نحن مش جماعه المزود وانتم ماكمش جماعه الوتري، نحن فنانين توانسه نمثلوا تونس. انا وقت اللي انا في ربيع سوق واقف هاو هادي زعيم حي هاو تو في اللونتيل، وقت اللي انا هزيت درابو وكي هو معايا في بعد شيخ الانترفيو بالبكي بالدموع خاطر نمثل تونس. انا وقت مانيش حتى معني خاطر انا نمثل تونس وقت خاطر هذيك انا لابعد درابو مشني انا معني انا خاطر وقت انا لابعد درابو خاطر كل فنانين عرب جايين من العالم العربي كل انا وقتها انا لابعد درابو نمثل في تونس. انا وقت انا وقت نغني على درابو هذيك معني دوكم يجيو كومبلي. انا وقت جيت على خاطر تونس انت معلم واحنا منك نتعلم فنان التونسي. وقت يقولوا فنان التونسي ما يقولوش او فلان ولا فلتان، الفنان التونسي قال وليد التونسي الذي ادخل او درى شنو عمل وغنى وكذا والببليك يغني. بعد عن حملوا في بعضنا نبكيو صحيح علاش خاطر فما ضربوا في اللعب. هذيك هي الوطنيه اللي تو معناها نجيني ربي ما اللي يحب يحكي ولا كهو دو نامبورت كوا. سامحنا كان قلقناك وسامحنا كان تعبناك سامحنا برشا وليد خويا تعبت مش ساهل مش تعبت وتعبت وتعبت سايب علينا من يلي بيك يلي عليك يلي سفتك يلي نعتك ومخي بوجهك وكيف تنجر تي مش حتى مش وقته تي حتى عند ربي مش باهي. قلوبنا تحجرت عليه قلوبنا تحجرت عليه على بعضنا عليه خاطر هذاك لو الدنيا فيها موت لهفه وطمع والدنيا فيها موت ما فما مثل علاش قلوبنا تحجرت على بعضنا للاسف بالحق علاش هذي معناها خرج في التلفزه تي بيه وعليه وكذا وكذا من نومه تي برا سمك تو مش عيب ما تحشمش اي انسان تسب واي انسان معناها تحط على السوشيال ميديا وصاروا له الحكايات هذوما تو يموت